السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ وياكم احمد حازم نوري من العراق. شباب، بهذا الفيديو انا راح احاول احل لكم مشكله اللي صارت ويا اغلب اللي حدثهم واجهزتهم الايفون الاي او اس 14 التحديث الجديد. المشكله اللي يصير انه من تدخل على لعبه ببجي وتفتح المايك ويا اصدقائك، راح بس تسمع الصوت مال اصدقائك ويختفي الصوت اللي داير مدايرك، مثل واحد يمشي بصفك او واحد يرمي داير مدايرك من بعيد، فهذه تواجه صعوبه باللعبه. فراح نشوفكم شلون نحل هاي المشكلة، ابقوا ويانا وتابعونا. شباب هسه مثل ما جاي تشوفون فتحنا اللعبة، ندخل على الشير باكس حتى نشوفكم المشكلة وشلون نحلها. تمام شباب، مثل ما جاي تشوفون الصوت طبيعي وواضح، طلع من المشكلة من نفتح المايك مثل ما تشوفون الصوت ضعف هواي. سمعوا الصوت ضعف هواي، فمن نرجع نسد المايك راح يعلى الصوت. فحل هاي المشكلة تروحون للضبط، تروحون على الاكسسبيليتي اللي هي إمكانية الوصول، تدخلون عليها شباب وتروحون على الاوديو فيجوال، اكو مكتوب فون نويز كانسليشن شباب، هاي تلغوها. بعدها تجون ترجعون تدخلون اللعبة راح تشوفون المشكلة انحلت. شباب طبيعي المشكلة انحلت والصوت رجع طبيعي. نجي تشوفون شباب، وأهلا وسهلا بكم شباب، إن شاء الله نكون فدناكم حل هذه المشكلة.